دائما كنكون سعيد بالتواجد ديالي بمدينة الشفشاون، المدينة الرائعة الساحرة، مدينة التي تشبه صفاء ساكنتها و حلاوة كلامهم وأخلاقهم. أكيد الحضور ديالي شفشاون كان دائما بمناسبة فنية، بدأت بمسرحية جيلاي فرحتي القدم البيضاء قبل ما يتم تكريم ديالي في إحدى الدورة اللي 2013 كانت الدورة الثانية، وكان تكريم ديالي وكان أثرت فيها بشكل كبير جدا كيفاش تعاملوا الناس ديال المهرجان والساكنة ديال شفشاون، وكيفاش انبهرت باكتشاف المدينة ولو أنه ماشي كلها ولكن غير بعض منها، كنت مبهور جدا بها. وبعد الحادثة كانت لقاء ديالي في إطار ماستر كلاس، وكانت تم إسناد الرئاسة الشرفية ليا، وبقات توالت وفقدتنا واحد سنتين ديال كورونا، فتوالت دورات من بعدها باش نوصلوا للدورة 10 اللي هو العقد الأول لهذا المهرجان اللي انفرد بتيمة المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب. فهذا التيمة جعلته كينفرد بها على المستوى الوطني، واللي الحمد لله صار عنده صيت كبير، وكيجيو من مختلف دول العالم أفلام مشاركة وبعض الأسماء العالمية. فإضافة نوعية لهذه الدورة العاشرة، إضافة نوعية للمهرجان السينما الطفولة والشباب بشفشاون.